خلاص كان المفروض خلال 10 أيام 10 أيام يصدر قرار نهائي أو قرار رسمي بعقوبة كهرباء، واللي كانت قد تمتد للإيقاف، غرامة وإيقاف. النادي الأهلي عن طريق المحامي بتاعه قدم طلب بتغيير زي لجنة المحكمين اللي بينظروا، قال لك لا احنا عايزين نغيرها، والقرار بيتم نظره وهيتم تأجيل قرار كهرباء لغاية ما تتغير اللجنة وتيجي لجنة تانية طبعا تابعة للفيفا تدرس القضية. الأمر ده قد يصل لست شهور، وخد بالك كهرباء لو كانت واقفة أو لو كان طلع قرار حتى لو إيقافه 3 شهور، معناه حرمان النادي الأهلي منه في الثلاث ماتشات الأفريقيين لو النادي الأهلي وصل للنهائي. فكانت العقوبة خد بالك كهرباء موقوف 8 ماتشات محليين، فالأمر كان هيضر النادي الأهلي كمان أفريقيا. أنت متخيل قرار النادي الأهلي جه صادم لنادي الزمالك، خلاص قرار قدمه النادي الأهلي هيتم النظر لتغيير لجنة المحكمين وتأجيل القرار لحين دراسة القضية.